اليوم لبابا حتسوي لنا هاي الوصفة اللي مثل ما شايفين لها كتير تفاصيل. خلينا نبدأ بالحديث عنها أو تعريف شو هي وصفة العيش باللحم. وصفة العيش باللحم أحلى فيها، أحلى شيء فيها تقدروا تاكلوها فطور سحور سناك أي وقت، ووصفتها مرة سهلة ولذيذة يعني تناسب جميع الأذواق. أوكي. بصراحة خصوصاً أنه أنتم ممكن تعملوها من بدري وتاكلوها طول اليوم. حلو. طيب هي إذا بدنا نشرحها، هي عبارة عن عجين؟ هل هي عبارة عن فطيرة أو وصفة تعتبر طبق رئيسي صح؟ أيوة. أوكي. وممكن كمان طبق جانبي طبعاً. أوكي. وهي تجهز العجينة طبعاً وبعدين فيها الحشوة، تتحط فيها الحشوة، والأساسي الأساسي اللي فيها الكرات. الكرات هو أساس العيش باللحم، الكرات نفسها اللي بالمطبق وبال يعني وصفات وأكلات جدة دايماً مهما حكينا عنها ما منكفي، لأنه قد ما بتحسي في مزيج بالثقافات، قد ما في تخليط بالنكهات، بتشوفي الششبرك، بتشوفي المنتو، بتشوفي كتير من الطعمات اللي دايماً هيك بتحسي فيها حب طبعاً. أنا يعني بتذكر كنا بس نروح على جدة لازم يكون الأكل كتير طيب من بين البحر، السمك، الأسماك المقلية والصيادية، وبترجع بتروحي على الوصفات اللي مثل ما اليوم عم تعمليها فيها عجين وفيها لحم.